وراجلي اصلا ما تفاتش المشاكل هادي. ملي سمع هاد المشكل هذا سكت القلب ديالو. انا ما جيتش وسيطرت على الملك ديالو، انا ساكنه في الاملاك د المخزن. 35 سنه جاب الناس مخالص ما ساكنش هنايا، واللي شهدوا له ماشي ولاد الحومه. انا كصبرتا بداها منين ما بغيتي، كلشي كيقول لي وقف معايا وعيش هاد معايا، وحيت كيعرفوني شكون انا، انا اللي ساكنه هنا، انا الدار ديالي، تزوجت فيها وبنيتها وخسرت عليها وكبرت فيها وتربيت فيها ولادي، ما عنديش فين نمشي وما خرجاش ولا توقع بالموت. واش الملك يرضى بالحقره؟ واش الملك يرضى بالحقره بالضعفاء ديالو؟ السلام عليكم. شكرا الاذاعه ديال طنجاوي، كنرحب بكم وشكرا بزاف، عيط لكم واستقبلتوني وجيتوا عندي، الله يجازيكم بخير. وانا باغي نعرفكم براسي، انا السيده ملكه الوزاني، ساكنه في حي الجديد زنقه 24 الدار 26 كصبرات. انا هاد الدار هادي عندنا فيها مشاكل، مشكل بيني وبين اختي والراجل ديالها، ولكن لوسي شحال هادي مدة سنين، انا 35 عام وانا ساكنه، والراجل ديالي قبل ما نجوج انا كان هز هو يماه بشهود الجيران، هو اللي هز يماه، كان كيوكله يشربه يغسله يبدله ويعمل له كلشي. العجوزه ديالي ماتت في 85، الدار ما كان ساكن فيها حتى شي واحد، ملي جوجت انا جيت في 88، سكنت في الدار مخربه ما فيها ما يتشاف، بقيت فيها شو شحال، بقيت كنسلف، انا نقاشه كنحني العرايس وكلشي، راه الجميع كيعرفني، بقيت كنسلف من الابناك من القرد الصغرى من كلشي، وكان ابني حيت حنا ماشي بعادين على بعضيتنا، حنا خوت ونسا خوت، اختي دائما في الاصل كانت ديماهم الدار، الدار كانت ديماهم، بعت الارض ديالها بعت الغنم ديالها في حجر الحال، كلفت ولدها مشى مع السيده مولات الدار اللي باعت لهم، قالت لهم مشي يا وليدي انت معانا ما نقدرش نمشي، مشي معاها تعمل ديك التنازل لان باعت لنا. السيد مشى مع ديك السيده عمل ديك الورقه، وقيل الله اعلم واش عنده او ما عندوش، انا ما عارفاش وما علماشي، هذيك الورقه يمكن احتفظ بها حتى اليوم دا ومشى يعدل بها، ولكن انا طلعت لكازا سقسيت ما واكله له والو الورقه، قالوا لي املاك مخزنيه ديال كازا ديال المدينه، قالوا لي ولو تكون مولات الدار الحقيقيه عندها ديك الورقه الكونترا ديالها باش شرات من عند النصارى وبغات تحافظ ما تحافظاش، ما يمكنش شهاده السكنه شكون غيعطيها لها اللي ما عندهاش لاكارت على الدار هادي، وهاد السيد هذا اللي هو لوسي ما عنده لاكارت، ما عنده ولادو قراو هنا مثلا اللي عيتبت بلي ان ولادو قراو في الحي الجديد ما هو والو، وجاب شهود. اسمحي لي دخلتي على الدار؟ اه كانت الطبقه وحده؟ لا كانت الطبقه الثانيه وهادي، ولكن كارفصه وهاد الطبقه هادي طاحت بقوه رشالي رشات، حيت ما كانش كنعمرو فيها بزاف، انا فيما كنبغي نولد كنمشي نولد في الدار ديالنا، وكنجي الدار كانت مكرفصه، انا فوقاش بنيتها تا ولدت اربعه د العواول، عاد نوت بقيت كنبني باش ولادي يكبروا معوطين. اختي ملي شافتها تزينت وتبنت وتعدلت وكانت كتجي تاكل وتشرب معايا، علاش ما وقفتنيش؟ علاش ما قالتليش هي الدار دراجلي؟ اولا لا اختي كانت تقول لي هذه الدار دراجلي، علاش كتبني اختي فيها؟ وقف انا غادي الدار ديالي ما هذاك يجيب لي البوليس يجيب لي مقدم، وانا الدار ملي طاحت ما بنيتها شي عشوائيه، رانا مشيت عند القايد مشيت عند المقدم وجا شافها وشاف الدار طايحه وعطاني الاذن باش نبنيها، والمقدم هو باقي بالروح قال لي عيطوا لي ننشاد، رحنا ماشي في غابه ساكنين، رحنا في بلاد الحق والقانون، في الدولة الحق والقانون كيعطيه لنا المخزن، أنا ما جيتش وسيطرت على الملك ديالو، أنا ساكنة في الأملاك د المخزن. شحال أنت ساكنة؟ 35 سنة، وراجلي 56 سنة، وهو اللي كنهز الوالدة ديالو، وبكل شيء عيط بكل شيء. ها السيدة اللي ما شات جيت تقول لكم شحال هو ساكن هنايا، ولكن هذا الظلم فيما مشيت كيطرقوا عليا البيبان أختي ديالي،
حقي راه هو في نوا، وعندي الورق ديالي، عندي ثبوت البناء، عندي واجب السكن. هو رفع الدعوه كان قبل تم يحفظ، وكيقول خصو يخرجني مش حال هادي، كيقول خصو. وملي بقى النزاع وناض الغاوت وناض كل شيء ودخلوا العائله بيناتنا، جا واحد العائله ولد عمتهم عطالو 700 الف، قالوا يماك بشحال شرات هاد الدار؟ قالوا شرات ب 700 الف فرنك. شبر هو 700 الف فرنك، قال لها 500 هي فينيا و 200 نفا كان من طلعوا الجبطار نعطيها لك، ولكن غدا خاك درويش ما عندوش شي، خلي خاك درويش هاني مع وليداته. وتكاتب معاه غدا، تكاتب معاه، قال له صافي. لا غدا اختي، قالت له والله لا تكاتبتي معاه، زيد في حالك. ما عطاتناش ديك التنازل باللي انا عطيناها فلوس، وهاد الفلوس ماشي عطينا، عطاهم لا غير الوجه الراس وراسه، حدا الوالد ديالي، حدا واحد ولد لوستي، واحد ولد لوستي، واحد ولد لوستي، وحدا هاد السيد الله يرحمه، هاد السيد اللي عطى الفلوس مات الله يرحمه، كان كيجي مع الحق هذاك مسكين. ما علينا اختي ديالي، دابا انا ما عنديش، انا واحد المراه ضعيفه وما عنديش. دابا حاليا نهار السبت سمعتها كتقول في الدار ديالنا، كتقول للباب اللي تحلها هي نشد عليها، وانا عن سيبه الزنقه خليها تعمل سنيه وتسعه. هذه اختي وربي ما غاديش يكمل لها. الا كانت هي فوق كل شيء، انا عندي ربي فوق كل شيء، ربي هو اللي فوق كل شيء. كيفاش حسيتي من جاك الافراغ؟ القهره كتجيك بالظلم، فين غتمشي؟ عندي بنتي مطلقه، هاي بجوج ولادها، هذا الظلم اختي ديالي، الظلم تعدات عليا بزاف. ولادها ما خدامينش، ما عندهاش شكون. عندي ولد واحد خدام. كان اختي راه شهر بحال النهار هي في شوف دارها ودايز. انا ما كنسعش عليها اختي ديالي، انا ما كنسعى حتى على شي واحد. انا الدار ديالي تزوجت فيها وبنيتها وخسرت عليها وكبرت فيها وتربيت فيها ولادي، ما عنديش فين نمشي وما خرجاش ولا توقع بالموت. قالت لي غادي نجيب لك الهمهمه هذيك اللي كتتحفر على الطيح يا لك على طهرك التراكس، تجيبها مرحبا بها، غنموت هنا انا. عاش الملك، الله ينصر الله يشافي والله يخلينا تشفق راسنا. واش الملك يرضى بالحقره؟ الملك ما كان واش الملك يرضى بالحقره بالضعفاء ديالو؟ الحمد لله انا والدي راضين عليا وما سخطينش عليا، الحمد لله. ديك الدنيا وما فيها، وانا ربي هو معايا. الخوتي خوتي كاملين كيقول لك حقا ما نجي ولا معاك لا معاها، حيت حنا عائله. لا العائله خصها تجي مع الحق، كاينه ولا لا؟ العائله كتجي مع الحق وما عارفين. السلام عليكم، انا جاره ديال مليكه، انا من مواليد 81، يعني انا هي العائله د البارح فتحت عيني. مليكه كنعرفها الجاره ديالنا، ناقشه هي، كانت كتخدم كتعاون هي والراجل ديالها، الراجل ديالها مسكين راجل كبير، المشاكل ما قادش عليها، ما رضاش يخا يمشي يدعي، هو عارف الدار تخا وخا يمشي مرطار وكذب عليه، مسكين توفى مول امانه دا امانته جاتو ساكته قلبيه، توفى. مليكه مسكينه ناقشه، كتمشي تخدم مع الناس هذا، دابا جا سيادتك ما بقاتش كتخدم، تينا كتعرف الشباب ما كايناش الخدمه، ولادها شحال تبارك الله ما خدامينش، متاجله بجوج ولادها، هاد المراه مسكينه هي اللي كترزق الله باش كتوكل وليدات، يعني ما يمكنش انا اسره عن سيبان الزاقه اللي هي 36 عام ساكنه في هاد الدار، وتجي وحده ما ساكنه ما عندها يد ما عندها رجل، مجرد هاد الورقه ونجي يقول انا مولات الدار. لا هادي ماشي سايبه، حنا في بلاد الحق والقانون، حنايا كنشدو سيدنا نصره الله، هو الاب الفقراء، هو الاب ديالنا اللي يعطينا الحق ديالنا. انا ما كناش حتى شي واحد من غير سيدنا، حيت سيدنا هو اللي كيعطي الحق ديالنا، وسيدنا ما كيبغيش الظلم على الدرويش، حيت ما كيبغيش. انا كنعيط على سيدنا كنقول يا سيدنا شوف في الوجه هاد المراه وجا الله وهاد الاولاد اللي عيتسيبو يتامى، حيت اختها ما واقفاش على الدار، اختها عندها الدار ديالها، لو جينا نشوفو راه الله يزيد ويبارك، الله يزيدها بالحق. هذا شنو عندها هي؟ حنا في الدرد المخزون عاد تخرجوها تسيبوها، وما بالك الكرا باش تخلصوا؟ واش عايره حما شي واحد؟ هي عندها بنيتات، عندها الاولاد ما خدامينش ومراتين ومعصبين مع راسهم، ما كيرضوش بالمشاكل، ما كيرضوش هاد الحقره القوره، تينا كتعرف البشر ما كيرحمكش في هذا الوقت، كلشي كيعجبو يضحك. وعاد اختك واخا تكون فعلا تينا مولات الحق، ما نسيبش اختي، عسى تينا اختها واللي يغلب يعف، انا اختي واخا نكون انا مولاة الملك، ما نسيبش اختي، ما عندها فين تمشي. نزولوا ذاك الحيق وذاك الكور مع بعضياتنا وحسدني نحسدك على والو، اخرها موت، صخ الدنيا غيبقى هنايا. انا ما نبكيش اختي ولاد اختي، وانا ما وقفتش على الدار. انا
باغيه الحق ديالي يبان. حيت هو جاب الشهود دابا. حيت هو باش حفظه، حفظه بالشهود وشهاده السكنه. سنجيبوا ديك الشهود. هذاك الشهود وشهاده السكنه خصني نعرف شهاده السكنه شكون عطاها له، هو ما ساكنش. حيت لو دي الحومه ديالنا. حيت شهاده السكنه ملي كتمشي عند المقدم كتعطيه لاكار. جاب الناس مخالصين ما ساكنش هنايا. واللي شهدوا له ماشي ولاد الحومه. الشهود فينا هما شكون عطاهم له؟ والسيد ما ساكنش يا عباد الله في البيع والشراء اللي عنده هوايه راه كاتب العنوان ديال الدار ديالو. المحامي عاطيه كواغ ديالها كاملين، تذكرت 2019 تينا كتقول شريتها في 18 2018. عطيته انا الكره ديال 2019 ما كايناش. جمعت له دوسي ملي مشات خاطر عطيني قال ما عنديش الكواغ. نتفاجئوا بيوم اختها كيفاش. المحامي الاولاني الاولاني. الاولاني ما عطانيش الدوسي مرة نهائيا. نادي مستضعف تينا خصك في الجيم ديالو ماشي من اجل الفلوس، راه كلشي غيتقاضى عند ربي ما غيبقى لا. دابا المهم انا الاختصار بكل شيء، انا الدار ما خارجه منها لا اليوم ولا غدا ولا توقع بالموت عن موت. كنقولها ونولي نعاودها. يعطيوني الحق ديالي. انا اللي بانيه وانا اللي خاسر على هذا الدار من التحت حتى الفوقي. انا اللي خاسر على الدار. الباب الاخراني انا اللي كنعملها. وهي اللي هو اللي كيقول الدار ديالو يواجهني باش كيعطيه شهاده السكنه. حيت هذا الدار هذه اللي ساكن فيها هو اللي هي اللي ديالو ولا يسكن فيها غير 5 سنين. انا ساكنه 35 عام طالعه في 36. هي بنتي شو قداش هي عندها 35 عام دابا؟ خلقها في 89 وانا جوجت في 88 جيت ليله. وما عمره سكن معايا حتى نهار، يجيب لي شاهد واحد ويقول لك كان ساكن في هذا الدار معايا انا. وحنا نبغيو نقولوا الدوله باعت له. الدوله شنو كتبيع؟ الدوله كتبيع السفلي. الدوله عندها غير السفلي، ما عندها لا ثاني ولا ثالث ولا رابع ولا خامس. هذه الزينه ديالي والدار ديالي، انا ما خارجه لا اليوم ولا غدا. داري بغات دابس بغات تدي الزوار، الزوار السفلي ماشي كتزور الطبقات كاملين. انا كسبرطة بداها منين ما بغيتي، كلشي كيقول لي وقف معايا وشهد معايا حيت كيعرفوني شكون انا وانا اللي ساكنه هنا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.